الفترة دي في هذه الأجواء الرومانسية وبداية سنة جديدة ومشاعر مليئة بالبرد والدفء في آن واحد، كتير من الزوجات أكيد عايزة تعبر عن حبها ومشاعرها لأزواجها، وكتير من الزوجات بتحتار إزاي زي ما بيقولوا تحتوي جوزها عاطفيا أو تديله عاطفة بشكل ما عشان كذا سبب. هقوله لكم بعد المقدمة، بس يعني جدا مهم انك تعبري عن مشاعرك وحبك لزوجك بطريقة تحببه فيكي وتجننه عليكي. يجننه عليكي يعني يفضل انترست، يعني يفضل في عنده حب ليكي. بس قبل كل حاجة، لو انتم مشتركين في القناة يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا. زي ما قلت في المقدمة، جدا مهم ان المرأة تعبر عن حبها وتحسس زوجها انه محبوب منها، ان هي بتحبه باخلاص. بس والرجالة مش كائنات سمعية زي النساء، يعني طبعا لو بتقولي له انا بحبك بحبك قوي بحبك روحي روحي روحي، ده مش كافي. الراجل اكتر في طرق تانية تقدري تعبري بيها عن حبك لزوجك. طيب ده هينعكس عليا انا في ايه؟ الست تقولك مش كفاية اللي هو عامله فيه كمان هقعد اعبر له؟ لا، هتعبري له. قولي ليه بقى؟ اولا، ان الراجل لما بيحس انه محبوب ده بيفرق معاه اول حاجة ان هو يبقى افضل في حياته، افضل في حياته من ناحية الشغل، من ناحية السعي، من ناحية ان هو ينجح، وده مصلحة ليكي. اوكي، مصلحة ليكي مادية واجتماعية. فانت لو عايزة جوزك ربنا ينفخ في صورته ويبقى حاجة، محتاجة انك تدعميه عاطفيا. الحاجة التانية، ان الراجل بتبقى شخصيته اقوى، بيقدر يواجه صعوبات المجتمع، اللي هي النقطة التانية، ان هو لما لا قدر الله يحصل عندكم مصايب ابتلاءات كذا وكذا، ان يعرف يصمد وما يجريش. دي برضو بتبقى نتيجة انه حس ان انت بتدعميه بالحب والاحتواء معين ايموشنال، فهو ما ساعتها ده بيدعمه انه بيفضل صلب في المواقف الصعبة. الحاجة التالتة، انك لما بتوري جوزك حب وعاطفة، هو بعد كده، ده بعد كتير بقى قليل حسب حالتك وحسب تكثيف الدعاء، هو بيبدأ برضو يعبر لك عن الحب سواء بنفس الطرق اللي انا هقولها. في رجاله نوعيتها ان هو بيلاقيكي بتعملي حاجه بعد شويه بيعمل زيك، وهو او بيعبر بطريقته بقى، يعني هو لو هو كان ليه طريقه تانية في التعبير عن الحب هو هيعملها. ففي جميع الاحوال انت مستفيده، بدل ما احنا قاعدين منتظرين الفرج نعمل حاجه، نقدم خطوه يمكن بكره يبقى احسن. بتخلي الزوج يحس ان انت فعلا بتحبيه، انك بيقولوا بتترفعي او يعني مش بتركزي في اخطائه، وعمرك ما بتقعدي تقفيله زي ما بيقولوا على الوحده. من اكتر الستات او من اسوأ الحاجات اللي تخلي جوزك يبقى على يقين انك بتكرهيه، او مثلا في طار بايت انت متجوزاه تخليص حق، ان انت تكوني بتتشفي فيه، بمعنى ان كل شوية مثلا ايه يكون عمل حاجة في الشغل او وقع شيء او كسر شيء، مش قلتلك تخلي بالك؟ اه دي عملته مش عارفة ايه، ماما انت نسيت الباب مفتوح وهو دخلت القطة وكسرت كده. يعني هي دايما بتتشفى في اخطائه. في العكس بقى، لما تبقى الزوجة من الاخر ما بتكسفش جوزها، او ما بتقفلوش على الواحدة، او ما بتفرحش لما بيعمل غلط عشان هي عندها اللي هي الثأر كده، دي بتبان قوي ان هي بتحبه، وهو بيحس انه متقبل منها بعيوبه. وده احساس اصلا يعني الراجل بفطرته بيحبه، عشان كده بيحب امه قوي. ان الانسان عادة لما بيلاقي شخص بيتغافل عن عيوبه او بيتغافل عن الكوارث الذرية اللي هو بيعملها، بشكل تلقائي بينجذب ليه وبيحضن المفاجئ. من اكتر الحاجات الكيوت العسولة اللي احنا طبعا بنتمناها من الرجالة، بس هي مش لو مش موجودة انت ممكن تصنعي اللحظة دي، الحضن المفاجئ، ان هو بدون اي سبب كده تقومي حاضنة جوزك. صدقيني ممكن يدمع. الفكرة دي جدا رقيقة، بس ما تكرريهاش بشكل مبتذل، لان كده مش هتبقى مفاجأة، هو خلاص هيبقى عارف ان انت بتستعبطي، وكل مش عارفة ايه 3 ساعات تقومي عاملة الحركة دي. يعني مثلا بمعدل مرة في الشهر، انا شايفة ان اكتر من كده او مرتين مثلا لو انتوا يعني عرسان جداد يا ستي. انا بقول حضن مفاجئ، يعني ما قلتش الحضن وهو جاي وهو رايح، لا ده انتوا قاعدين عادي كده فجأة انت اتهبلتي قمتي حضناه، هي كده. دي بتدي يعني قال يعني في فائض مشاعر انفجر جواكي فانت قمتي حضنه. دي قد ايه كيوت وعسوله، وبتحسس الجوز قد ايه ان انت يعني شخصيه رقيقه. وفجاءات اللطيفه زي عشاء رومانسي، مساج، مثلا كيكه عملتي له كيكه بيحبها، مثلا عملتي له جو معين هو بيحبه، رسمتي له اسمه على الحيطه،
اي حاجه كده يعني. انت الفكره انك عملتي له شيء فيه نوع من انواع المفاجاه وما يبقاش مرتبط بشهر العسل بس، لا يبقى لايف لونج طول الحياه. المفاجآت قد ما هي الست برضو بتتمناها، الراجل بيتمناها ويتبسط اكتر. قولي ليه؟ لانه مش متوقع. احنا متوقعين او منتظرين ان جوازنا بيعمل لنا مفاجآت، عشان كده هم ما بيعملوش. بس الجميل بقى ان الراجل مش متوقع اصلا، فشوفي بقى حجم المفاجأة اللي انت هتفاجئيها له. فابسطي الراجل وخدي فيه ثواب، ادخلي السرور على قلب مسلم، ويبقاش احنا الاثنين ضايعين. التالتة ودي او الرابعة هي مفاجأة، ان احنا بنبقى متخيلين ان احنا الستات اللي منتظرين هدايا عيد ميلاد وهكذا، بس عايزة اقولك ان الراجل بيبقى بالنسبة له دي حاجة كبيرة جدا، وبالذات لو جبتي له حاجة اساسية انت عارفة انه مهمل نفسه فيها وهو فعلا محتاجها. يعني مثلا انت تركزي تلاقي مثلا جوزك لا محتاج بيرفيوم مثلا والبارفانات اللي عنده خلصت، فانت تبقي محضره حالك وشفتي كذا ريحه او عارفه ان في برفيوم معين هو بيحبه فجبتيه له. ناقصه نظاره شمس، ناقصه جرافطه، ناقصه شرابات يا ستي، ناقصه لبس جديد داخلي، عادي ده جوزك. يعني انا اقصد اكتر حاجه عسوله من الزوجه ان هي تجيب لزوجها هديه شيء ناقص عنده، معناها ان هي عارفه تفاصيله قوي، وفعلا الزوجه بتبقى عارفه تفاصيل جوزها قوي، فهي عارفه ان هو محتاج الشيء الفلاني ده او فارق معاه. وعاده الرجاله ما بتهتمش. هتقولي طب ما هي الست برضه منتظره كده، بس هي الست بقى بتقول له ايه، دي مش ماركه، لا بس كنت المفروض تجيبها مش اللون ده، مش اللون اللي انا بحبه، يعني انت ما خدتش بالك اني بحب الازرق اللي اغمق من كده شويه، فهي عاده انت مش هتتبسطي. فهو بقى الراجل يا عيني باقل شيء هينبهر، فعشان كده انت فاجئيه بقى في عيد ميلاده وفرح. من اكتر الحاجات اللي بتأثر قوي في الزوج وبتحسسه ان مراته حقيقي بتحبه المدح، ان انت تمدحيه بالذات قدام اصدقائه وقدام اهله. قد ايه المدح بيفرق مع الزوج وبيعزز ثقته في نفسه. دي سيدي وتاج راسي، ده هو اللي مأكلنا ومعيش. لا المدح اللي بجد، عارفه المدح لما تحسي ان انت حد بتقولي حاجه اللي هو ليكي اسباب وما تبقيش عاطفيه. ابسولوتلي لما تيجي تمدحي جوزك اتكلمي كانك بتتكلمي في ناشونال جيوغرافيك، انك كانك بتتكلمي عن شيء مثلا ايه، شخصيه تاريخيه حققت انجازات. ده الاحساس اللي بيبسط الرجل قوي. يعني بمعنى مثلا تقولي ايه، نتخيل مثلا ان اسمه مثلا ايه حزلقوم، اوكي، فتقولي بجد حزلقوم بالرغم من هو شغله واخده وكذا، بس هو بيركز جدا في حياتنا وبيوقف جنبي وبيساعدني في البيت. يعني كأنك بتتكلمي على شخصية تاريخية، ياه، لان ايه معناها ان انت من الاخر مش بتعملي الكلام ده عشان ايه جو بتقولي كلام وخلاص، معناها ان انت حاسة الكلام ده، انك بتقولي حقيقة علمية. دي اقوى مدح عند الراجل. فانت لما بتتكلمي بالطريقه اللي هي بتاعت بقولك ناشونال جيوغرافيك، الطريقه اللي هي بتاعت الحقائق التاريخيه والعلميه بتفرق جدا، وبالذات امام اصدقائه او صديق أو لا مش صديقاته، مش صديقاته. لو في صديقات اشتميه حبي، لو في صديقات اشتميه، ما تقوليش عنه وما تمدحيهوش. قدام مثلا اصدقاء او تجمعات عائليه والناس القريبين منه وشغله وقرايبه، جوزك على الحاجات الصغيره وتحسسيه ان انت ممتنه، بمعنى فعلا انك مثلا حاسه تقولي لا والله انا لما بقعد افكر اختيارك لبيتنا ده كان موفق جدا، والبيت فعلا حلو ومميز حتى لو حاجه بسيطه. ياه والله انا ما اعرفش الستات بتقولش الكلام ده، يعني حقيقي، يعني ده انت ممكن تكوني بتشكري مديرك اكتر من جوزك. حرام عليكي، حرام عليكي يا مفتريه. يعني الحاجات دي بتفرق، بتخلي الراجل يتقدم. يعني احنا التراجع اللي حصل التراجع اللي حصل في دولنا بقينا عالم ثالث نظرا ان الستات ما بتشكرش جوازها. عارفه لو انت بتقولي له كلام محفز كان زماننا دلوقتي بقينا من اقوى الدول في الكوكب. شويه انك تعملي اكلات جديده، تعملي ستايل جديد في البيت، تزيني، ده بيحسس الزوج انك مستمتعه بحياتك معاه فبتحبيه. يعني مش عايشه كده وخلاص وخلينا نخلص وخلينا ننام وخلينا نموت. هتموتونا امتى؟ خلصونا. على العلاقه الحميمه هذا انما يدل، فانما يدل انك بتحبي جوزك، لان يعني الراجل بيفسر تلقائيا اعراضك وعدم رغبتك في العلاقه معاه انك ما بتحبوش للاسف. عشان كده قلنا الف مره ارجوكي لو عندك مشكله جسديه نفسيه عالجيها، او هو جوزك عنده مشكله تكلموا مع بعض بشياكه واناقه وبطريقه عسوله، او للاسف لو الموضوع شد شويه بنروح لاستشاري زوجي. يعني لو انت مش مقبله على علاقه بسبب مشكله عند زوجك كلمي معاه بالراحه،
او شوفوا لها حل. ولو مش مقبله بسبب مشاكل عندك جسديه زي الم زي التهاب زي او مشاكل انك مش بتستمتعي او لازم تشوفي لها حلول. واحنا اتكلمنا كتير جدا، بس اعراضك عن العلاقه ما بيتفسرش غير انك مش بتحبيه ومش راغبه فيه. والطبطبه والكلام الناعم اليومي قد ايه ان ده بيقوي الحب حتى لو مش موجود. يعني في اشياء بالممارسه بتيجي، يعني ده هتقولي انا وجوزي مثلا يعني مش حاسه في مشاعر، احنا يعني هو راجل كويس واحنا عايشين مع بعض. الحب بيكون يا جماعه، يعني انت لو حاولتي تقولي كلام لطيف زي يا حبيبي الحمد لله على السلامه، حبيبي صباح الفل على اجمل مش عارفه سيد الكل انا بألف اغاني. يعني انا مش بحب افسر قوي يعني بما اني هنا في جواسيس فمش هعرف افسر، بس انت تقولي كلام رومانسي لطيف حنين كله بالحنيه بيفك، يعني بتقولي كلام حنين كتير فده بينعكس ان الراجل بيبتسم. والغريبه ان الراجل لما بتقولي له كلام حلو يعني بتقولي له صباح الفل ايه القمر ده مش عارفه ايه اللي انا بقوله ده يعني ايه صباح الخير عليك حبيبي منور الدنيا كلها كده، يعني بتقولي له كلام كده، الغريبه ان الراجل بيشرقب كده ويبتسم ويفرح ويقول لها صباح الخير يا حبي ربنا يبارك لي فيكي. الراجل عارفه الست لو الزوج جه الصبح وقال لها صباح الخير يا حبيبتي نوره مش تقول لك ده بيخوني او اتجوز علي او ناوي على مصيبه ما بتفسرش الموضوع بطريقه امنه ابدا. في حين يا عيني الرجاله ابرأ منا بكتير، يعني هو مبقاش متخيل ان فيما بعد هذا الصباح الجميل طلب او خطه، لكن ساذجين يا عيني مساكين. لكن الست بتبقى عارفه ان ده وراه قصه كبيره في وجه الرجل والضحكه والنكته، يعني من الاخر ما تبقيش نكاديه ما تبقيش مكشره طول الوقت، ده بيحسس الراجل انك بتحبي. ست طول الوقت مبتسمه في وشه بتضحك له مش ايوه انا كويس خلصت هو مش عارفه ايه الحزن والكآبه وهبو الكآبه اللي بينزل عليكي اول لما بيرجع من الشغل، الابتسامه والضحكه والفرفشه والرضا، هو الرضا بما قسم الله لك. معلش هو ده اللي موجود في السوق دلوقتي، انا عايزه اقول لك ان بقى دلوقتي بقوا 5 مليار ست مقابل 2 مش عارفه مليار، بيقول لك منهم مليار واحد اللي قادر يتجوز، فاحنا في وضع لا نحسد عليه كنساء حاليا. فمعلش هو ده اللي موجود دلوقتي، هذا الزوج الذي جنبك هو ده اللي موجود عندك، قصدي بما قسمه الله وابتسميله وحاولي تنسي موضوع الكآبة وتفرفشي، لان ده بيحسس الراجل ان انت سعيدة وراضية، وده بينعكس على نفسيته لما بيشوف الابتسامة الحلوة والخدود الجميلة والنغزتين الحلوين انه بيفرح. كل ذلك انك تعبري بالكلام، وان الكلام ده مش بتاع مراهقين ومش بتاع قبل الجواز ومش بتاع المخطوبين، لا المفروض ان الناس كل فترة انها تقول لجوزها انها بتحبه لفظا، بالذات في المواقف القاسية او في المواقف الصعبة. المواقف الصعبة دي الوقت الوحيد اللي لازم تقولي لجوزك فيه انك بتحبيه، عشان ده زي ما قلنا في الاول لو بالاشارات وبالهمسات والكل اللي احنا قلناه، لا في الاخر لما تيجي تقولي له صراحة ان انت مثلا انا مثلا في الاخر كذا كذا وانا بحبك ومش حابة اعيش من غيرك وانت فارق معايا، بس مش ذل يعني مش في موقف بقى انت تبقى عامله كارثة ذريه واصلا خلاص العلاقه انتهت فانت بتقولي انا بحبك ومش هقدر اعيش، لا دي قصه ثانيه. انا بتكلم انك بتديله دعم، يعني هو انهار مثلا اترفد من الشغل ومكتئب وتقوقع وتقوقظ، ساعتها انت تخش عليه تقولي له انا بحبك واقفه جنبك وانت حبيبي وهتبقى سترونج مان، مش سترونج وومن، هتبقى سترونج مان وهتقدر تقهرهم وتنتصر على الاشرار وتنجح في حياتك. فساعتها لازم تقولي ايه هذه العبارات الرقيقة. في النهاية اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اكتبوا لي تحت ايه الحاجات اللي ممكن تعبر بيها الست عن حبها غير الملفوف والمحشي، وهنتظر اقتراحاتكم الحلقات جاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، نعمل لايك للفيديو، اشوفكم على خير، مع السلامة.